وللمزيد مشاهدينا الكرام بشان اخر المستجدات بشان اوضاع النازحين والمهجرين في العراق ومعاناتهم رغم مزاعم اعادتهم الى مناطقهم بعد اقرار او قرار اغلاق المخيمات في البلاد، ينضم الينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعيه ضحايا سجون الاحتلال الامريكي الايراني في العراق الاستاذ علي القيسي. استاذ علي، بدايه مرحبا بك. مخيم بزيبز مثال صارخ على اوضاع النازحين في العراق، لا توجد مياه، لا توجد كهرباء، الأمراض منتشرة، الأوبئة في هذا الحر اللاهب. يا ترى كيف تنظر أو كيف تصف سياسة الحكومة تجاه هذا المخيم تحديدا؟ هذا المخيم في بزيبز يختلف عن كل المخيمات، لأنه أغلب الساكنين في هذا المخيم، مخيم نزوح بزيبز، ينظرون إلى أملاكهم وأراضيهم على ضفة نهر الفرات أمام عيونهم، ويشاهدون الميليشيات تستغل بيوتهم وتستغل مزارعهم وأراضيهم اللي استصلحوها وعملوا بها منذ مئات السنين، خاصة في منطقة البترة والصخرية امتدادا إلى جسر الخضر من الناحية الأخرى من الضفة الأخرى. الحكومة العراقية، يعني أنا أستغرب أنه رئيس الحكومة العراقية ووزراء لم يتحدث، يعني هذا بعد أكثر من سنة من وجودهم بهذه الحكومة، لم نسمع يوم منهم كلمة واحدة عن ملف حقوق الإنسان، سواء عن النازحين أو المعتقلين، لأنهم لا ينتمون للعراق ولا يحسبون أن هؤلاء عراقيين. هم يعاملون النازحين والمعتقلين الذي ينتمون إلى المكون السني على أنهم رعايا أو لاجئين أو جالية، في حين هم يعني الآن يثبت التاريخ والأيام تثبت أنهم هم الجالية الإيرانية في العراق وليس النازحين. أخذوا النازحين في مخيم بزيبز أراضيهم أمام عيونهم وينظرون إليها ويشاهدون الميليشيات ترتع في منازلهم وفي مزارعهم، يعني بكل وقاحة. الأمر الآخر حول حديث إنهاء ملف الحكومة، تكذب وتعلم أنها نعلم أنها يعني تعلم أننا نعلم أنها تكذب، لكنه لا تتورع عن الكذب. يعني هذه مشكلة. هل تراها تعاني من نفس المشكلة، تعاني من نفس المعوقات والصعوبات، وخصوصا المخيمات التي لم تغلق فعليا؟ أخي، المخيمات سواء أغلقت أو ما أغلقت، يعني هل تعتقد أن هؤلاء الناس يعني اللي يرفضون الخروج من المخيمات أو يرفضون غلق المخيمات، هل تعتقد أنهم يعيشون في رفاه في هذه المخيمات؟ لكنهم متأكدين بأن أراضيهم ومساكنهم وعقاراتهم وقراهم ومناطقهم تحتلها الميليشيات، وهؤلاء أمر طبيعي لا يستطيعون العودة، لأنهم إذا عادوا راح يتعرضون للاعتقال ويتعرضون للإخفاء القسري وقد يتعرضون حتى للقتل. هذه المشكلة. ثم أغلب هؤلاء النازحين لا يمتلكون أي مستمسكات، الآن تغيرت المستمسكات والوثائق وهؤلاء لا يمتلكون مستمسكات. المشكلة أن الحكومة العراقية في عملية يعني ادعائها بأنها طوت ملف النازحين والمخيمات، لماذا دائما تصر الحكومة وليس لها من الكلام سوى الوعود بإرجاع النازحين إلى مناطقهم؟ لماذا يعني تدق على هذا الوتر فقط؟ يا سيدي، هذه الوعود انتهت. هذه الوعود فقط تأتي حين يتم تقاسم الكعكة مع المسميات والجهات في بداية تشكيل الحكومة، يتم إطلاق هذا الوعد وبعدها ينسى تماما. الآن الوعود، حتى الوعود الكاذبة تخلوا عنها. الآن هم أمام مرحلة جديدة، هي مرحلة تمييع هؤلاء وتركهم، يعني لا يعودون إلى مساكنهم ولا يبقون في الآن بعد الاستيلاء على بساتين الناس والاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم ومواشيهم وأموالهم، هذا الاستيلاء وخصوصا في مناطق حزام بغداد وغيرها من المناطق، أيضا جرف الصخر وغيرها، يعني من وجهة نظرك يعني
هل ستبقى الحال كما هو عليه؟ إلى أي مدى ستبقى على هذا الحال؟ وخاصة أن هناك مدنا مدمرة أيضا لم يتم بناؤها بسبب يعني بعد العمليات العسكرية. يا سيدي، أنا أعتقد أنه يبقى الحال على ما هو عليه حتى يتم هناك تغيير كبير وحقيقي في الأوضاع في العراق. أنا أعتقد لأن الأوضاع في العراق وصلت إلى أسوأ ما تصل إليه حال دولة، أعتقد بأن الأمور راح تتغير يعني نحو الأفضل، لأنه إحنا وصلنا يعني إلى قاع إلى أقصى قاع السوء اللي ممكن تصل دولة. أما تعليق الآمال على من يدعون تمثيل هذه المحافظات وهذه المكونات، للأسف يعني لا يمكن المراهنة عليها بعد اليوم، للأسف يعني، ونقول هذا يعني بكل أسى، لا يمكن المراهنة على هؤلاء، لأنه تناسوا. متى آخر مرة زار أحد من يدعون تمثيل هؤلاء الناس أو تلك المناطق زار النازحين أو زار المخيمين وتحدث معهم؟ حتى زيارة لا يزورونهم يعني. متى حتى يعني تذكر ملف المعتقلين وغيرهم؟ هناك صورة مؤلمة، ليست صورة يعني، وإنما وصف مؤلم لواقع العراقيين الذين هم يعيشون على بلد من المفترض وأن يكون بلدا غنيا بالنفط وغنيا بالموارد البشرية. من يقف وراء استهداف الموارد البشرية، استهداف الناس على أساس طائفي أو عرقي، وتدمير مدنهم والاستيلاء عليها، وفي هذا الحر اللاهب يعني الطقس والحكومة والميليشيات على هذا الشعب؟ يا سيدي، الوضع في العراق ما فائدة النفط والخيرات والبنى التحتية وغيرها إذا كان البلد مختطف؟ العراق الآن بلد مختطف، حقيقة مختطف، تحت تهديد السلاح، تحت تهديد أكثر من 75 ميليشيا. لا تستطيع أي جهة في العراق الآن أن تخطو خطوة واحدة بالاتجاه الصحيح، لأن هذه الميليشيات ولاءاتها لغير العراق، انتمائها لغير العراق، تعمل لغير العراق. العراق بالنسبة لهم معسكر ومصدر تمويل ومنصة إطلاق لا أكثر ولا أقل لمصلحة غير العراق، يعني حتى لا يتوهم أحد بأننا نأخذ هؤلاء على محمل الجد. شكراً. ولو أخذناهم على محمل الجد فيما يتحدثون به من مقاومة وغيرها، هناك أكثر من 10,000 معتقل في سجون الميليشيات الآن، كانوا من المقاومين للاحتلال، وقوات الاحتلال الأمريكية سلمتهم إلى ما تسمى بالحكومة العراقية. هؤلاء أحق بأنه الآن يطلق سراحهم ويكرمون لو كان هناك حكومة مليئة بالتناقضات. شكرا. العراق مختطف، العراق الآن مختطف تحت تهديد السلاح، ولا يستطيع أي شخص يتحرك باتجاه الصحيح أو حكومة أو مسمى. العراق الحل الوحيد به الآن أن يعود تحت الفصل السابع ويتم إعادة بناء مؤسسات الدولة العراقية على أسس صحيحة، بعيدة عن المحاصصة الطائفية وخارج سلطة سراح الميليشيات. من برلين، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق، الأستاذ علي القيسي.